الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقه اليوم ان شاء الله هتكون مكمله ومتممه لما سبق ان تحدثنا فيه في الحلقتين السابقتين، وهو العلاج بالاعشاب ما بين الحقيقه والوهم. وزي ما قلنا وتناقشنا مع بعض في بداية هذه السلسلة من الحلقات، إن السؤال ده يعني لح علي جامد، لأن أنا بقالي 8 سنوات مع حضراتكم على الشاشات، فكان لازم إن أنا أسأل نفسي قدامكم السؤال دوت، وكان لازم أثبت لحضراتكم أن هناك ما يسمى حقيقة العلاج بالأعشاب. وأعتقد إن إحنا مع الحلقتين السابقتين ابتدينا يعني شوية نصدق إن في حاجة اسمها العلاج بالأعشاب. يعني الحلقة الأولى استعرضنا 4 مداخلات لفيروس سي عالجت بالأعشاب، ورم ليفي وهي الحالة الجراحية وعالجت بالأعشاب، وحالتين من التخسيس، وكان إزاي العلاج بالأعشاب ليس له أثار جانبية وليس له تكلفة مادية. دي كانت الحلقة قبل الماضية. أما الحلقة الماضية فاستعرضنا فيها 5 مداخلات بست حالات مرضية. كانت الحالة الأولى فيروس بي، وكانت الحالة الثانية المداخلة الثانية مريضة بحاجتين، وظائف كلى وسكر، والحمد لله قدرنا ننزل بوظائف الكلى من 4 إلى 1.5، وقدرنا ننزل بمرض السكر من 480 على مدار 3 سنوات إلى أنه يبقى 108. أما الحالة الرابعة فكانت الضغط المرتفع، وسمعنا إزاي المريض قدر يستخدم عشبة واحدة ويحقق الحمد لله رب العالمين الشفاء بهذه العشبة بدون الاستعانة بأي برشام أو أقراص أو علاج آخر. أما الحالة الخامسة فكانت فيروس سي، وعرفنا قد إيه الفرق ما بين التكلفة المادية في العلاج الكيميائي بغض النظر أو بصرف النظر عن الآثار الجانبية اللي أنا أقدر أتجنبها. أعتقد كده 9 حالات استعرضناهم مع بعض، قربنا نقتنع مع بعض ان في حاجة اسمها العلاج بالأعشاب، قربنا نقول ان العلاج بالأعشاب حقيقة وليست وهم. عايز اقول لحضراتكم كيف بدأت رحلة العلاج بالأعشاب، هنستغرب لها شوية. والكلام ده كان في انجلترا، اعتقد انه كان في مقاطعة ويلز في انجلترا. كان في طبيب، كلام ده في زمان قوي يعني في بدايات القرن الثالث، كان في طبيب ماشي بعجلة. أما كان عندهم العجلة دي، الطبيب أولا كان أمير، يعتبر لورد، بياخد هذه الرتبة، وكان يعتبر من علية القوم، فكان مع العجلة دي، كانت وسيلة مواصلات في هذه الأونة، يعني اختراع لم يسبق له مثيل. فكان وهو رايح العيادة بالعجلة بتاعته، فكان في صاحب محل في هذا الطريق، وهو رايح فيسأله يقول له أنا مورم، رجلي ورمة وابتدى الورم يزيد، فيوصف له علاجات وكل 2 أو 3 شهر نفس المشكلة نفس الحالة. فابتدى هذا الطبيب، أنا مش متذكر اسمه للأسف، حزن جدا أنه مش قادر يعالج هذه الحالة، وخاصة أنه كان له صيت واسع قوي من الناحية الطبية، وابتدى ان هو يغير طريقه حتى لا يحس بهذا الألم الذي يعتصره كلما مر على هذا المريض. ولكن بعد مرور فترة من الزمن مر على هذا المريض وكان معتقدا انه قد فارق الحياة او توفى، فوجد هذا المريض بصحة وعافية تامة، مما اجبر الطبيب انه يقف ويسأله انت عملت ايه؟ ده انا محتار معاك بقالي كذا شهر، انت ازاي خفيت؟ فشاور له على نوع من العشب موجود أمامه، قال له أنا أكلت من العشب ده الصبح وبالليل، يعني قال له أنا كنت جعان فلقيت العشب ده قدامي وأنا باكل، فأخدت منه ونظفته وأكلته ولقيت طعمه طيب،
فأكلت منه الصبح وبالليل، وجدت أنه مع الأيام ابتدت المية تنزل، وابتدى مجهودي يتحسن، وابتدى قلبي يتحسن، وكانت الحالة ديت هي هبوط في عضلة القلب أو تضخم في عضلة القلب. الطبيب مسك هذا النبات، ابتدى يدرسه، ابتدى يشوفه هو إيه، وكانت هذه العشبة تسمى الديجيتاليس، أشهر عشبة في فرع علاج القلب وأمراضه. الديجيتاليس أو اللانوكسين أو الديجوكسين أصلها عشبي، تسمى عشبة الديجيتاليس اللي هو البرطمان صغير مشهور جدا، الدواء اللي أنا بتحدث لحضراتكم عنه أصله نباتي، وأصله هو القصة اللي أنا حكيتها. يعني تخيلوا حضراتكم أول ظهور للأعشاب وانتعاشها زي ما بيقولوا واصطفافها في الصف الأمامي، كانت هذه هي الحالة ديت اللي هي هبوط في عضلة القلب أو تضخم في عضلة القلب مع عشبة الديجيتاليس اللي احنا دلوقتي بنكتبه على الروشتات بتاعتنا بما يسمى باللانوكسين أو الديجوكسين. القصة دي مهداة إلى الزملاء الأفاضل الأطباء علشان نعرف إيه أصل الأعشاب، ولحضراتكم علشان برضو نعرف إن الأعشاب لها مجال واسع جدا وليها أصل تاريخي في العلاج الطبي. دي كانت بداية زي ما بنقول دخول الأعشاب في تخصص أمراض القلب، وما أدراكم ما أمراض القلب، أسأل الله العظيم العفو والعافية للجميع. زي ما شفنا مقاطع في الحلقات الماضية، خلونا مع بعض برضو ندخل هذه الحلقة مع أول مداخلة تليفونية سابقة ونشوف إيه أخبارها ونبتدي نتناولها بالنقاش مع حضراتكم. مدام هنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. الحمد لله. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يحفظك، اتفضلي. اتفضلك يا دكتور. بس بقى عايزه اكلم حضرتك عشان خاطر موضوع ريجيم. انا كنت مليانه، كان وزني حوالي 90 كيلو. رحت دكاتره كتير، فبعمل نبته الريجيم ديت ان انا بيجيني ويعني شحمان في الوش، وشي مش كويس، صبر تحت عيني كتير جدا. بخرج من الريجيم ده بانيميا من الاخر، يعني تمام، مشاكل صحيه كتير جدا. فطبعا يعني نصحوني ان انا اجي لحضرتك، وقلت اجي. فالحمد لله انا جيت لحضرتك من شهر 2 ومعك لحد النهارده، والحمد لله خسيت حوالي 20 كيلو وانا كويسه جدا، صحتي كويسه جدا، وما فيش اي مشاكل عندي في اي حاجه. ده بالنسبه للموضوع ده. بحب اشكر حضرتك جدا 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 طبعا على المجهود اللي عملته معايا. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يحفظك. تاني حاجه بس هشكر برضه حضرتك على، طب خلينا استاذنك يا مدام هنا، خلينا في اول حاجه بس قبل ما ندخل في تاني حاجه. يعني احنا نزلنا 20 كيلو في معانا في التخسيس بتاعنا. أيوة دكتور. طيب هل يا ترى كان في اي اثار جانبيه لاحظتيها او اشتكيتي من اي حاجه؟ لا خالص يا دكتور، جدا جدا ما فيش حتى ترهلات الجسم مش موجوده نهائيا. الحمد لله. يعني شديت معاكي في الرجيم او قصيت عليكي شويه في الرجيم؟ لا خالص 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 والله، لا الرجيم جميل جدا، ما فيش اي مشكله الحمد لله. يعني الحمد لله باكل كل حاجه، يعني حضرتك يعني في الرجيم بتاع حضرتك كل حاجه باكلها موجوده يعني، وما حسناش لا بهبوط ولا بخمول ولا حاجه. لا خالص والله يا دكتور، ما فيش اي مشاكل الحمد لله، ما فيش اي حاجه يعني الحمد لله، مش باين عليا حتى الناس ان انا يعني وشي كويس جدا ورايق جدا، ما فيش اي مشكله باين عليا اصلا يعني. تمام. يعني بس ان جسم نزل وخلاص، يعني حتى كثافه العظم الحمد لله متحافظ عليها كويس جدا يعني. الحمد لله الحمد لله. احسن من كنت، من احسن من الاول كتير كمان. الحمد لله رب العالمين. طب عايز اسال سعادتك سؤال، معلش هو برضه سؤال يهم اللي بيشاهدونا وشهاده منك. يا ترى التكلفه كانت عاليه؟ لا الحمد لله، والله في متناول الجميع يعني، حضرتك ما تكبرش حد على حاجه، والحمد لله يعني بكل متناول يعني. الحمد حاجة لله، حاجه صعبه مش حاجه غاليه يعني. طيب الحمد تمام لله. طيب دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، عايز اكلم حضرتك على مشكله شعري. انا كان عندي طلع وراثي، ورحت لدكاتره الجلديه كتير جدا، وطبعا اتعالجت فتره طويله جدا. الحمد لله، يعني الحمد لله الطلع راح، بس كان سايب لي اثر ان انا برضو راسي لسه فاضيه زي ما هي. صوت الشعر بطل، بس برضو في مشاكل. كانت مشكله كبيره قوي بالنسبه لي ان انا شعري كان خفيف جدا. تاني حاجه ان هو كان ما كانش بيطول، يعني الدكاتره قالت خلاص هو شعرك ده مش هيطول، ربط على حد معين يعني مش هيطول تاني. تمام. فطبعا دي كانت مشكله تعباني جدا، لان كان شعري طويل جدا وكان كويس، فالمشكله كانت تعباني قوي قوي نفسيا. فلما جيت لحضرتك وعرضت على حضرتك المشكله ومن خلال الرجيم بتاعي، فحضرتك نصحتيني ان انا اخد مجموعه حنين. تمام. الحمد لله خدتها، وصراحه ما كنتش واثقه ان هي تعمل معايا النتيجه اللي انا عايزاها، بس الحمد لله بفضل الله وفضل ثقه حضرتك مع الناس ان هي بقت كويسه جدا، شعري حلو قوي قوي الحمد لله، تقل الحمد لله. خلال شهرين ما كنتش متوقعه النتيجه اللي انا شفتها في شعري خالص يا دكتور. تمام. خالص بجد بامانه يعني،
ففعلا عايزه اشكر حضرتك فعلا جدا 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 على الموضوع ده. دي مشكله كانت تعباني نفسيا صراحه. ربنا يخليك. لان شعري يفضل بالمنظر ده يعني. الحمد لله، يعني الحمد لله الشعر تقل والطول اخباره ايه؟ تقل وتغل يا دكتور. والله الحمد لله فضل الله، مش مجامله لحضرتك، وفعلا شهاده حسب عليها قدام ربنا، فعلا شعري الحمد لله ونعم بالله كويس جدا جدا يعني الحمد لله. واشكر حضرتك طبعا على المجهود اللي حضرتك بتعمله مع الناس، والخدمه اللي حضرتك بتقدمها للناس يعني. ربنا يحفظك يا فندم، يبارك في حضرتك يعني، ويعزك ويجازيك خير على كل اللي بتعمله. اللهم امين. ربنا يبارك لك، واشكرك جدا على اتصال حضرتك، وشكر الله لك. ربنا يخليك، شكرا. شكرا جزيلا فندم، مع السلامة. مع السلامة. مكالمة مدام هنا مهمة قوي، مهمة قوي في نقطة اللي احنا بنتحدث فيها. يعني هي مدام هنا بتقول ان هي جربت اساليب علاج كتيرة، وكان كل مرة يحدث ان هي بتخس ولكن بيبقى في اثار جانبية جامدة قوي، هالات سوداء تحت العين، انيميا، ضعف، الكلام ده كله، وترجع في الوزن تاني. ففضل الله عز وجل يعني، طبعا انا ما بعملش حاجه من عندي، ده طب منحه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي اطلعنا عليه وبنستخدمه الحمد لله. فاللي بيحصل بفضل ربنا عز وجل ان هي الحمد لله جت العياده، والحمد لله رب العالمين خست 20 كيلو في فتره معقوله. ونقطه تانية مهمه قوي هنتحدث برضو في سياق كلامنا، التكلفه الماديه على حد قولها، وهي زي ما بتقول شهادة تسأل عنها أمام الله، أن التكلفة الحمد لله ما كانتش عالية في متناول الجميع. والأفضل من هذا كله هي النقطة بقى اللي تهمنا قوي في كلامنا النهاردة، تاني نرجع مع بعض للتخسيس. ويعني مدام هنا بتتحدث أنها نزلت 20 كيلو الحمد لله رب العالمين، ولكن يعني لفت نظري وأكيد لفت نظر حضراتكم الآثار الجانبية اللي كانت قبل كده لما جربت التخسيس، سواء بقى بالعلاج الطبي او بالرجيم القاسي، كان دايما بتقول ان بيحصل سمار تحت العين وبيحصل انيميا. ولكن الحمد لله اثار الجانبيه بتاعتنا ما فيش خالص مع العلاج بالطب البديل بالاعشاب والابر الصينيه. الرجيم ما كانش قاسي زي ما هي بتقول. التكلفه الماديه ودي مهمه جدا ما كانتش عاليه برضو زي ما هي قالت، وقالت ان هي شهاده لله عز وجل. فان انا اقدر بالطب البديل وزي ما بقول باذرعه الثلاثه او ذراعين، سواء الابر الصينيه والاعشاب، وممكن لو في الحجامه هحتاجها بعملها، ان انا اقدر ان انا اصل بحاله تخسيس 20 كيلو من 90 كيلو الى 70 بدون اي اثار جانبيه وبدون تكلفه ماديه عاليه، اعتقد ان ده برضو هيزقني كده ان انا اعترف ان هناك ما يسمى بالطب البديل، وهيزقني كده ان انا اعترف ان العلاج بالاعشاب حقيقة وليست وهم. أعتقد الحالة دي يعني إحنا شفنا حالات تخسيس، ولكن يعني شفنا نهار المرة دي أدي 20 كيلو، قبل كده شفنا 22، وقبل كده شفنا 17، وفي أرقام أكثر من كده الحمد لله. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، أهم شيء في هذه الحالات هو ما يقلقكم دائما وما يشغل بالكم، حاجتين: التكلفة المادية والأثار الجانبية، وعدم العودة مرة ثانية للوزن. ودي بقى نقطة مهمة قوي، عشان انت مش هتفضل طول عمرك مع دكتور التخسيس بتاعك. يعني انت لازم نوصل لحد وصلنا الوزن المعين هنثبت عنده، وهتقدر انت بقى تعيش حياتك، وتقدر ان انت تزيد 2 كيلو وتنزلهم تاني، تنزل 2 كيلو وترجع تزيد تاني، وهكذا في هذا وليس اكثر من كده يعني. ودي النقطة المهمة قوي في الطب البديل وحالات التخسيس. طيب يا دكتور، ما تشوف لنا حالة غير التخسيس، احنا رفيعين ما احناش عايزين تخسيس. طب ما تيجوا مع بعض نشوف المداخلة اللي جاية، ونشوف احتمال تثبت لنا اكتر بما لا يدع مجالا للشك ان هناك ما يسمى حقيقة العلاج بالاعشاب. خلينا نشوف المداخلة ونرجع مع بعض تاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. حاجة ناهد مع حضرتك. حاجة ناهد، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. سن 61 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. الله يخليك. انا كان عندي فيروس سي بنسبة 1,600,000، وبعدين كمان عندي اللي هو الكوليسترول عالي والارتجاع المريء، وخدت الاعشاب 3 جرعات 3 شهور، ما شاء الله يعني حللت بعد 3 شهور، ما فيش اي حاجة الحمد لله بقى نيجاتيف الحمد لله تماما. بسم الله ما شاء الله.
الحمد لله ربنا وفضل حضرتك. ربنا يحفظك يا حاج ناهد. معلش اسالك، استعملت كمان كريم اللي هو وجه القمر كمان، سن كبير ما شاء الله، يعني خفيت الحمد لله من معظم اللي كان عندي. الحمد لله، يعني الحمد جاب نتيجه طيبه معاكي وجه القمر؟ الحمد لله، ولا نيجاتيف خالص، ما فيش ولا حاجه عندي من فيروس سي. طيب الحمد لله رب العالمين. كان تماما الحمد لله. كان 1,600,000، كان 1,600,000 يا حاج ناهد. والحمد لله بعد 3 شهور بقى نيجاتيف. نيجاتيف ما شاء الله، جزاك الله عنا كل خير والله. ربنا يعزك ويعلي قدرك. بس انا عايز اسالك سؤال مهم قوي. اؤمر. انت دعتي لي وانت بتحجي، انا فاكر ان كنت رايحه الحج وقلت لها هاتي لك. والله ربنا يبارك فيك قدام الكعبه، ربنا يكتبها لك يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين، وجميع السامعين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، ربنا يكتبها لك. ربنا يبارك لك يا حاجه لها. لما كفيت طلعت حج الحمد لله. الحمد لله، ربنا يتقبل منك يا رب. قوي قوي يا دكتور، جزاك الله خير. العافيه فن، ربنا يبارك لك. شكر الله لك، الله يبارك فيك. والكوليسترول بقى كويس الحمد لله، وارتجاع المريء خفيت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يخليك لينا يا رب. ربنا يا رب يتم نعمته عليك وعلى المسلمين اجمعين يا رب. انا اول ما تعبت وبصيت في التلفزيون لقيت حضرتك جريت جري عليك على طول. ربنا يبارك لك، توجهي لي على طول ان شاء الله خير. ربنا يجعلنا سبب يا رب، ربنا يجعلنا سبب. اشكرك يا حاج ناهد. ربنا يكرمك يا دكتور، الف شكر. اشكرك يا فندم، شكر الله لك. شكرا الله خيرا عنا يا رب. واياكم يا حاج ناهد، شكر الله لك يا ستي، جزاكم الله خيرا. الحاجة ناهد يعني حالة جميلة جدا، ربنا رب يديها الصحة وطول العمر. عندها 61 سنة، كانت جات لي بفيروس سي 1,600,000. فضل الله عز وجل علي قبل ما يكون عليها ان هي بقت نيجاتيف بعد 3 شهور، الحمد لله رب العالمين. دي نقطة مهمة قوي قوي، ان يعني انا بذكر ليه البي سي ار بتاعها. كتير من حضراتكم مجرد ما يسمع ان عنده بي سي ار او فيروس 100,000 ولا 200,000 يبتدي الفزع يحتويه ويبتدي انا كده مشكله. لا خالص، 1,600,000 وفضل الله عز وجل بقت نيجاتيف بعد 3 شهور. دي نقطه مهمه قوي قوي. كان عندها الكوليسترول عالي ايضا، والحمد لله رب العالمين بالاعشاب ابتدى الكوليسترول يتظبط، ودي من الحاجات المهم قوي. دهون الدم او الكوليسترول مع السن الكبير لازم اننا ننزله بطريقه امنه، لان للاسف معظم الادويه اللي موجوده في الصيدليات لتخفيض الكوليسترول او الدهون الثلاثيه هتاثر سلبا على الكبد. طب انا عندي حاله كبد فيروس سي والكوليسترول عالي، ما ينفعش ان انا اكتب ادويه تضر الكبد، لان الكبد اوريدي بيعاني. فالحمد لله فضل الله عز وجل قدرنا بفضل الله ان احنا نعالج الفيروس بالاعشاب، وان ايضا نخفض الكوليسترول والدهون الثلاثيه بالاعشاب. لا يسعني الا ان اقول ربي يعزك. الحاله دي رائعه من الناحيه الطبيه، يعني فيروس سي وكوليسترول وارتجاع مريء. انا مش هتحدث زي ما المداخله اللي فاتت ما تحدثتش عن الشعر عشان ما يبقاش ماده اعلانيه، ولا هتحدث المره دي عن البشره عشان برضو ما تبقاش ماده اعلانيه، ولكن هتحدث عن فيروس سي اللي كان عند الحاجه ناهد 1,600,000، ولله الحمد والمنه اصبح نيجاتيف. زي ما بقول برضو في الحلقتين الماضيتين، اننا لو نجح طب الاعشاب فقط في علاج بعض الحالات وليس كل الحالات من فيروس سي او فيروس بي او ما يخص الكبد، فلا بد ان اعترف طبيا بان هناك ما يسمى بطب الاعشاب. اننا انجح في علاج فيروس سي من 1,600,000 الى نيجاتيف ليست مصادفه وليست بفعل الصدفه، لا، ده كده علاج وكده في طريقة طبية بتتبع ولابد أن تحترم ولابد أن يعترف بها. ده بالنسبة لفيروس سي وبالنسبة للعضو الذهبي اللي هو الكبد. نفس الحالة كان معاها كوليسترول اللي هي دهون الدم، الدهون الثلاثية والكوليسترول. وأعتقد تحدثنا كثيرا وأصبحتم حضراتكم أساتذة في هذه النقاط، أخطار الكوليسترول والمشاكل اللي ممكن يسببها والجلطات والعياذ بالله وأمراض القلب وتصلب الشرايين والضغط المرتفع إلى آخره. فإن أنا أقدر ببعض الأعشاب أخفض مستوى الكوليسترول إلى أن أصل إلى المستوى الطبيعي، ده نجاح طبي بدون أدنى شك. إن أنا أقدر أخلص المريض بتاعي المصاب بفيروس سي بدون استخدام أدوية مخفضة لدهون الدم لأنها بتؤثر سلبا على الكبد، إن أنا أقدر إن أنا أوصله للدهون الطبيعية في مستوى الدم، ده يعتبر إنجاز طبي رائع. لأن أنا لو استخدمت
مثبطات الدهون او الحاجات اللي بتقلل لي الدهون في الدم هاثر سلبا على الكبد. طب الكبد تعبان لان في فيروس سي، فان انا انجح فقط في ان انا استخدم بعض الاعشاب في تخفيض نسبه الدهون بدون استخدام الادويه التي تؤثر سلبا على الكبد، ده بدون ادنى شك نجاح طبي لابد ان يعترف به. ايضا هذه الحاله كان معاها ارتجاع مريء، واحنا كتير قوي مننا بيعاني من ارتجاع المريء، فان انا برضو اقدر عشان الكبد ما يتعبش بدون استخدام ادويه التي لها اثار جانبيه واكيد متعدده على الكبد انجح في التخلص من ارتجاع المريء ومشاكله، ده يعتبر نجاح لطب الاعشاب. ولا بد ان نعترف حقيقه بما يسمى بطب الاعشاب، ونعتقد ونوقن تماما ان العلاج بالاعشاب حقيقه وليست وهم، ده الحصيله الطبيعية المنطقية العقلية لما سمعنا سويا من مداخلات. أستاذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود سوية بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية وبرنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. قبل الفاصل شفنا مداخلتين، مداخلة حالة تخسيس ونزلت 20 كيلو بدون أي أثار جانبية وبدون تكلفة مادية عالية. الحالة الثانية الحاجة ناهد كانت عبارة عن ثلاث مشاكل طبية، فيروس سي 1,600,000، الكوليسترول المرتفع، وارتجاع المريء، وقدرنا بفضل الله تعالى إن ربنا عز وجل يجعلنا سبب أن نتخلص من الثلاث مشاكل الطبية العويصة اللي كانت بتعاني منها الحاجة ناهد. وزي ما قلنا ده هيرغمنا لأن عارف إن في كتير مش موافق على أن في حاجة اسمها العلاج بالأعشاب، ولكن يعني منطقيا وعقليا هيرغمنا أن نعترف أن هناك ما يسمى بحقيقة العلاج بالأعشاب. طيب ما تيجوا مع بعض نشوف حالة تالتة في الحلقة ديت، احتمال تبتدي ترجعنا شوية عن اعترافنا بهذه الحقيقة وهي العلاج بالأعشاب. خلينا نشوف المداخلة اللي جاية ونرجع مع بعض تاني. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا كان عندي حصوات في المرارة، فجيت لحضرتك وكل الأطباء أقروا لي إن أنا أعمل العملية، لازم أعملها. أي فندم. فلما جيت لحضرتك وصفت لي العسل والأعشاب. تمام. فالحمد لله بعد شهر عملت السونار، فلم يكن الحصوات أي وجود. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وربنا يبارك فيك وفي علمك ويزيدك علم يا رب وكثر من أمثالك يا دكتور. ربنا يبارك في عمرك وأشكرك على اتصالك. شكر الله لك، شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. حالة جراحية أخرى، حصوات المرارة، أعتقد أن مفيش من الأطباء من الزملاء الأفاضل هيقول أن في حل آخر غير الجراحة، ولكن طب الأعشاب قال غير كده. الحالة سمعناها حصوات مرارة وليست حصوة، حصوات مرارة موجودة وراحت لكثير من الأطباء وأيقنوا تماما وأجزموا تماما أنه ليس هناك حل إلا أن احنا نشيل المرارة. طيب إيه المشكلة أن احنا نشيل المرارة؟ ما نشيلها، ما احنا بنشيل الزايدة وبنشيل اللوز. لا، دي مشكلة كبيرة. المرارة ليها دور كبير جدا في مساعدة الكبد والجهاز الهضمي في الهضم، فما تتخيلش حضرتك ان انا لما هشيل المراره ده موضوع سهل وعادي وهيعدي وكان شيئا لم يكن. لا، ده هنجد له اثار جانبيه كثيره فيما بعد، وهنجد له اضطرابات هضميه كثيره وما لهاش حل تاني خلاص، لان احنا شلنا العضو اللي كان مسؤول عن هضم الدهون في الجسم، وبالتالي هنجد متاعب هضميه كثيره جدا هتصادفنا مع مرور الوقت، غير الآثار الجانبية للجراحة نفسها والتكلفة النفسية والمادية للجراحة نفسها إن أنا داخل عمليات هشيل المرارة. تتذكروا حضراتكم الورم الليفي في الحلقة الأولى، كانت حالة جراحية ليس لها حل إلا الجراحة. أيضا حصوات المرارة حالة جراحية ليس لها حل آخر إلا الجراحة. إن إحنا ننجح بفضل الله تعالى عن طريق طب الأعشاب والعلاج بالأعشاب، إن المريضة بتاعتي تعمل أشعة بعد 21 يوم أو 22 يوم ولا تجد أثر للحصوات المرارة، ده كفيل إن أنا أعترف أن هناك حقيقة ما يسمى العلاج بالأعشاب. ده ما فيش شك في الكلام ده، وما فيش عاقل
هيعترض على هذه النقطة أبدا، إلا إذا كنت أنا بقى مأجر الناس دول ومخليهم يتصلوا وكل الكلام ده مش موجود. ولكن للأسف الحالات دي كلها الفايلات بتاعتها موجودة عندي، والحالات موجودة قبل وبعد العلاج، وأرقامهم موجودة، وهم موجودين الحمد لله على قيد الحياة. أسأل الله العظيم أن يمتعهم بالصحة والعافية وطول العمر. فكل الحالات دي حالات عالجت بنجاح تام الحمد لله رب العالمين عن طريق الطب البديل وعن طريق طب الأعشاب وعن طريق العلاج بالأعشاب. ولكن أذكركم بالشرط الإلزامي اللي موجود، لابد أن يكون الطبيب متخصصا في هذا المجال حتى أستطيع أن أحصل على النتيجة المرضية لي 100%. شفنا تخسيس، وشفنا فيروس سي، وشفنا حصوات المرارة اللي بتعتبر بعيدها تاني حالة جراحية ليس لها حل آخر إلا الجراحة. على فكرة ما فيش حاجة اسمها تفتيت حصوات المرارة، مش زي حصوات الكلى، لا ما فيش حاجة اسمها ان انا ادخل افتت حصوات المرارة عن طريق الليزر، لان المرارة دي عاملة زي ورقة الكلينكس بالظبط. ما ينفعش وما ينفعش ان انا ادخل بالمنظار اشيل الحصوات واسيب المرارة. يا ريت الحل الوحيد لهذه الحالات ان انا اشيل المرارة بما فيها وبما تحتويه من حصوات. وزي ما بقول لحضراتكم الحويصلة المرارية عضو مهم جدا بالنسبة للكبد وبالنسبة للجهاز الهضمي، وبالتالي الابقاء عليه ده يعتبر انجاز طبي ليس له مثيل، وانجاز طبي رائع جدا بالنسبة لطب الاعشاب. طيب ما تيجوا مع بعض نشوف حالة رابعة، احنا شفنا ثلاث حالات الحلقة دي، نشوف مداخلة رابعة ونشوف ايه الاخبار وهل نجح طب الاعشاب في اثبات وجوده ام لا. خلونا نشوف المداخلة ونعود سوية. اتصل معايا استاذ سيد. السلام عليكم. ايوه السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اهلا استاذ سيد، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يحفظك، اهلا بيك. يا دكتور انا كنت جيت عند حضرتك كده من فتره وكان عندي فيروس سي. ايوه. وكنت يعني لفيت لفه طويله قوي عند دكاتره، وانا من الفيوم وصلت لدكتور عندنا في الفيوم وقال لي اعمل تحليلات، وفي النهايه قلت له، قال لي لازم تاخد حقن وكده، فقلت له مفيش حاجه في الحقن، قال لي لا لازم حقن. فالمهم ان انا جيت عند حضرتك وخدت جرعه 3 شهور ولله الحمد يعني اختفى الفيروس تماما. ويعني نقول كده والله ابتغاء مرضات الله، لان في ناس كثيره مش عارفه توصل لحضرتك، او في ناس كثيره مش مصدقه ان 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 العلاج بتاع حضرتك مستجاب للفيروس. الحمد لكن لله. انا بالنسبه لي والله 3 شهور اقسم بالله العظيم لله الحمد، الحمد لله رب العالمين كان اختفى يعني. فيعني انا بطلب من سيادتك ان تظهر نمره حضرتك على الشاشه، لان كثير قوي من الناس مش عارف يتوصل لحضرتك يعني. طيب استاذ سيد، كان البي سي ار بتاعنا كام اول ما بدانا؟ كان البي سي ار كان 37200. 37000. ومشيت مع حضرتك 3 شهور وعملت تحليل بي سي ار ثاني كانت نيجاتيف. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الفضل لله عز وجل، الفضل لله يا استاذ سيد. الحمد لله، ربنا يخليك. يعني كده والله يا دكتور احنا سعداء جدا جدا بيك والله يا دكتور. شكر الله لك يا استاذ سيد، جزاك الله خير. فيروس سي مرة خامسة على ما أعتقد أثناء الحلقات. فيروس سي اللي أنا بسميه أنفلونزا العصر، وأعتقد أن للأسف مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإصابة بفيروس سي للأسف. يعني فعلا أكباد المصريين في خطر. المريض قال كلمة جميلة قوي، بيقول أن في ناس كتير مش مصدقة. ليهم حق ان هم ما يصدقوش ان انا ممكن، او طب الاعشاب ممكن ان هو يجيب نتيجه في مرض زي فيروس سي. فيروس سي زي ما قلنا اهميه الكبد تحدثنا عنها كثيرا، وقلنا ان فيروس سي ده يعتبر قاتل بالنسبه للكبد، ولو قدرنا ان احنا نقضي على هذا الفيروس بننقذ الحياه للخليه الكبديه. يعني زي ما قلت قبل كده، لو نجح طب الاعشاب في هذا فقط فلا بد من الاعتراف به. فان انا في فيروس سي كان 37200 ويبقى نيجاتيف في اقل من 3 اشهر، دي الحمد لله نتيجه رائعه جدا. ولو تلاحظوا حضراتكم المريض لما كان بيروح للاطباء بيسالهم يعني طب ما فيش علاج تاني غير الحقن، لانه عارف ان الحقن ليها اثار جانبيه جامده جدا، وعارف ان الحقن في بعض الحالات ممكن ما تجيبش نتيجه، وعارف ان الحقن مكلفه، فعلشان كده هو بيسألهم طب ما فيش طريقة تانية غير الحقن. فللأسف يعني معظم الأطباء بيقول لا ما فيش غير هي الحقن، وده مش معنى كده إن أنا بقول إن الحقن مرفوضة أو ما بتجيبش نتيجة، لا. ولكن لما أجد طريقين أمامي، الطريق الأول ليس له أثار جانبية وغير مكلف وغير متعب للمريض، والطريق الثاني مكلف ومتعب ومرهق،
هختار أنهي طريق فيهم يعني عقلانيا، لازم هسلك الطريق الأول. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم، ناس كتير مش مصدقة. أنا عارف أن في ناس كتير مش مصدقة، وعارف أن في ناس كتير بيقولوا أن ده وهم ودجل، ومش عايز أقول لحضراتكم أنا ليهم حق. وعلشان كده قد يكون ده السبب اللي خلاني أعمل سلسلة الحلقات دي، العلاج بالأعشاب حقيقة أم وهم، عشان أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله عز وجل. ويتبقى الشرط الإلزامي، لابد أن يكون طبيب متخصص في هذا المجال. الحالة دي أستاذ سيد يعني بيطلب طلب، يعني بيقول له أنت ليه ما بتحطش رقم تليفونك على الشاشة؟ أنا لا بعمل الحلقات دي كدعاية لنفسي، ولا بعملها دعاية للعيادة، ولا بعملها دعاية للمكان اللي أنا بشتغل فيه. ومن لائحة أداب المهنة عندنا في الطب إن أنا لا أعلن عن نفسي، ولا أعلن عن عياداتي، ولا أرقام تليفوناتي، وأنا ملتزم بهذه اللائحة الأدبية. في رأيي الشخصي، اللي هيخالف هذه اللائحة في بند واحد هيخالفها في كل البنود. فلو أنا خالفتها في هذا البند، هخالفها في مختلف البنود التانية، ولن أكون أمينا على صحتكم، ولن أكون أمينا على أعراضكم، ولن أكون أمينا على سركم. وبالتالي إلى أن تطلع النقابة بتاعتنا وتقول إحنا شلنا الشرط ده، في الحالة دي ممكن أعلن عن نفسي. ولكن طول ما هو موجود في لائحة أداب المهنة عدم الإعلان عن نفسك أو مكانك، أنا ملتزم به تمام الالتزام. وزي ما بقول لحضراتكم، اللي هيخالف في بند هيخالف في باقي البنود، وبالتالي ليس أهلا للثقة أن تأمنوه على صحتكم وعلى أعراضكم وعلى أسراركم. دي الحالة الرابعة النهاردة اللي احنا شفناها. شفنا تخسيس، شفنا فيروس سي، وشفنا حصوات مرارة، وشفنا فيروس سي تاني. طيب خلينا نشوف حالة أخيرة، الحالة الخامسة، ونشوف المداخلة دي أخبارها إيه، ونشوفها تصب في أنهي كفة، هل العلاج بالأعشاب وهم أم أنه حقيقة. خلينا نشوف المداخلة ونرجع مع بعض تاني إن شاء الله. ناخد أم إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ بخير والله، فضل من الله عز وجل. ربنا يبارك فيك ويجازيك عن خير الجزاء. الله يبارك في عمرك. الله يبارك والله في عمرك. ربنا يكتر من أمثلك يا دكتور. ربنا يحفظك يا فندم. اتفضلي حضرتك. الله يخليك. هو حضرتك كانت بنتي من السنة كانت أخذت نظام الرجيم من على التلفزيون، يعني من على قناة الرحمة. احنا متابعين حضرتك على طول كل برامجك، يعني ده شرف ليا يا فندم. ربنا يخليك. ربنا شرف لينا احنا. ربنا يبارك فيك ويكتر من امثالك يا رب. الله يبارك لك. وهي كانت وزنها 95، هي عندها 16 سنة. تمام. ونزلت الحمد لله بفضل الله، نزلت لغاية 64 ما شاء الله. يعني كانت مشيت ما شاء الله عليها، وكانت منضبطة جدا على النظام اللي خدته من على الشاشة، يعني من ما شاء الله. تمام. بس يعني كانت من كام شهر كده كانت رجعت بقت 70. تمام. ماشي. نزلت يعني رجعت 6 كيلو او حاجه يعني. ماشي. فلما ماشي. بتيجي ترجع للرجيم تاني بتبص تلاقي فيه صعوبه شويه، دوخه وهبوط شديد. دوخه وهبوط. ماشي. حاضر. وحضرتك سؤال تاني. تمام. احنا جبنا كريم وكي القمر، ربنا يبارك لك يا رب. الله يحفظك. احنا جبناه من شهر وهي استعملته برضو، وما شاء الله يعني جايب نتيجه هايله جدا ما شاء الله. يعني الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور يا رب. الله يبارك في عمرك. كانت جابته ليه؟ كانت ايه المشكله؟ نعم، كان في حبوب اف وشها، بس مش في الوجه، يعني اسفل الوجه. تمام. واللي في الوجه كان خفيف. تمام. والحمد لله جاب نتيجه طيبه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. بندعي لك في كل وقت. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك في عمرك. شكرا الله لك. ربنا يكتر من أمثالك يا رب. أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. هي حضرتك الكريم وكي القمر، سؤالي بس ينفع فضل. للنمش لبنتي عندها 9 سنين أختها. حاضر، هقول لحضرتك. حاضر. طب الحلقة هتتذاع امتى؟ طب هجاوبك بسرعة كده على موضوع النمش ده بالذات. هو وجه القمر يعني بيجيب نتيجة الحمد لله ربنا في النمش، قد لا تكون 100%، ولكن بيجيب نتيجة مرضية، يعني بحيث ان هو ما بقاش ظاهر قوي. طيب. تمام. الأسئلة الثانية بقى اسمعيها في الإعادة إن شاء الله، الإذاعة إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب. يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله يا فندم. طب أنا عايزة، أنا وزني زايد وعايزة أزور حضرتك أنا نفسي، لأني مش عارفة أمشي على الرجيم بقى تاني. كنت تشرفيني يا فندم. تشرفيني. بس أنا عايزة، أنا خدت عنوان العيادة من شركة أوسكار. تمام. أنا عايزة التليفون عشان لو أشوف المواعيد أو كده. هيدي لحضرتك حالا في الكنترول دلوقتي، هيدي لك التليفون. حاضر. شكر الله لك يا ام اسلام، وجزاك الله خيرا على الدعاء الجميل اللي حركتينا بيه، يعني شكر الله لك. ام اسلام بتسال على بنتها عندها 16 سنه، كانت 95 كيلو، الحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل اتبعت الرجيم المثالي اللي احنا قلناه قبل كده على الشاشه مع حضراتكم، وصلت ل 64 كيلو فضل الله عز وجل، ورجعت تاني زادت 70 كيلو وهي عندها 16 سنه. فبتسال دي مشكله خالص ليه بقى؟ 16 سنة ده حضرتك بتنمو، البنت بتنمو،
العظم بيزداد كثافة، بيزداد وزنا، الأعضاء الداخلية بتكبر بتطول. فمعنى كده أن أنا أزيد 4 كيلو لا مش غلط، مش غلط أبدا، ولكن أحاول أن أنا عند حد 70 ما زيدش، أنا هتزيد تاني، أحاول بقى أن أنا أنزل بالراحة، أرجع تاني للرجيم وأنزل بالراحة، لكن أضع في الاعتبار تماما مرحلة النمو بالنسبة للإيه للسن ده. بتقول أن هي بتحس بدوخة وهبوط مع لو مشيت على الرجيم تاني. شرب المية بكثرة مهم قوي، ولسه قايل دلوقتي حالا كبدة الفراخ بتحاول أن هي تخليها وجبة من وجباتها سواء الإفطار أو الغداء. كبدة الفراخ هتحسن لي الهيموجلوبين بتاعها، كم الحديد هيبتدي يتظبط، يبتدي الدوخة دي تروح تماما. الحالة دي زي ما حضراتكم سمعتوا هي يعني تبعت عن طريق الشاشة، وإحنا قلنا قبل كده أعشاب للتخسيس قبل وبعد الوجبات، وما شاء الله نازلة من 95 كيلو ل 64 كيلو، يعني نازلة 31 كيلو. شكوى الأم إن هي رجعت 6 كيلو، الأم متناسية إن دي مرحلة نمو للبنت أو للإنسان، فلازم إن أنا هزيد في العظم وهزيد في الأعضاء الداخلية وهزيد في العضلات وهزيد في الطول، وبالتالي لازم يبقى في زيادة، ما ينفعش إن أنا أقف عند الوزن ده. يعني دي نقطة مهمة جدا. وطبعا البنت بتقول إن هي ابتدت تحس بدوخة لما بترجع للرجيم تاني، لأن ما ينفعش أرجع للرجيم تاني في الفترة القصيرة دي. برجع للرجيم تاني يومين في الأسبوع مش الأسبوع كله، لأن دي مرحلة نمو، واليومين في الأسبوع هينزلوا لي الستة كيلو اللي هي زادتهم أو الأربعة كيلو من الستة. يعني أنا هفترض إن في 2 كيلو زيادة طبيعية أو 3 كيلو زيادة طبيعية، وفي 3 كيلو تانيين هم اللي زادوا دهون، فأقدر إن أنا يومين رجيم بس في الأسبوع أنزل الاتنين أو 3 كيلو دولت. مش هتكلم على البشرة برضو عشان ما يبقاش ناحية دعائية. طبعا إن أنا برضو أقدر أخسس، وزي ما بقول لحضراتكم عن طريق الشاشة وعن طريق أعشاب قلتها موجودة ونقدر إن احنا ناخدها قبل وبعد الوجبات، نخس 31 كيلو ده برضو لازم هيجبرني إن أنا أعترف أن هناك حقيقة ما يسمى بطب الأعشاب. احنا شفنا النهاردة 5 حالات، وشفنا الحلقة الماضية 5 حالات، شفنا الحلقة قبل الماضية 4 حالات. هذكر حضراتكم سريعا بالحالات اللي احنا شفناها علشان نعترف بقى مع بعض في الاخر. يعني كده احنا معانا 14 حالة على مدار 3 حلقات، اعتقد ان 14 حالة كفيلة ان احنا نعترف مع بعض ان هناك ما يسمى بطب الاعشاب، نعترف مع بعض ان هناك ما يسمى بالعلاج بالاعشاب. هذكر حضراتكم بالحالات اللي احنا شفناها، كانت الحلقة الاولى كان في فيروس سي، وكان في ورم ليفي، وكان في تخسيس وحالة تخسيس. الحلقة الماضية كان فيها 5 مداخلات فيروس بي، وكان في وظائف كلى اتحسنت مع الأعشاب، وكان في سكر نزل من 480 إلى 108، وكان في حالة تخسيس نزلت 24 كيلو بدون أي أثار جانبية، وكان في حالة ضغط مرتفع قدرنا بعشبة واحدة اللي اسمها ورق الزعرور نحن نظبط الضغط ونخفضه بدون أي استخدام أي أدوية أخرى، وكان فيروس سي أيضا المداخلة الست اللي قالت لي إن إحنا صرفنا فلوس كتيرة قوي حوالي 10,000 جنيه عند الدكاترة، وقدرنا الحمد لله في شهر ونص وبتكلفة قليلة مع الأعشاب إن إحنا نوصل لنيجاتيف. ده في الحلقة الماضية. حلقة النهاردة كان معانا حالة تخسيس نزلت 20 كيلو بدون أي أثار جانبية، الرجيم كان بسيط جدا، التكلفة كانت الحمد لله غير عالية. الحالة الثانية كانت فيروس سي، كان 1,900,000، وكان معاها كوليسترول ومعاها ارتجاع مريء، ودي حالة من الناحية الطبية تعتبر حالة معقدة شوية، لأن الكوليسترول عشان أعالجه هدي علاج هيأثر لي على الكبد، طب أنا الكبد تعبان، وبالتالي أن أنا أنجح بفضل الله تعالى ببعض الأعشاب أن أنا أعالج فيروس سي وأقلل الكوليسترول وأعالج ارتجاع المريء في حالة واحدة، ده هيجبرني أن أنا أعترف أن هناك حقيقة ما يسمى العلاج بالأعشاب. الحالة اللي بعد كده كانت حصوات مرارية، واتفقنا مع بعض أن دي حالة جراحية زيها زي الورم الليفي، لابد أن احنا نشيل المرارة، وقلنا أهمية المرارة وما ينفعش أشيل المرارة لأنها مهمة جدا، وبالتالي أن أنا أنجح مع طب الأعشاب أو العلاج بالأعشاب أو الطب البديل أن أنا أزيل حصوات المرارة. ده يعتبر لوحده كفيل بأن أنا أعترف أن هناك ما يسمى بعلاج الأعشاب. الحالة التالية كانت فيروس سي، ويعني المريضة قالت جملة جميلة قوي، أو المريض قال جملة جميلة قوي، أن كان في ناس كتير مش مصدقة
ان انا ممكن اتعالج من فيروس سي عن طريق الاعشاب، والحمد لله نجحنا ان احنا نوصل بيه للنيجاتيف، يعني ما فيش فيروس خالص. الحاله الاخيره كانت عن طريق الشاشه وعن طريق بعض الاعشاب اللي احنا نقدر نستخدمها في التخسيس، واحنا قلناها كتير جدا، نزلت ما شاء الله 31 كيلو رغم سنها الصغير 16 سنه. صعب قوي ان انا اتحكم في الرجيم بتاعها، وصعب قوي ان انا الزمها برجيم معين. هل يا ترى 14 حالة مرضية مختلفة وذات مشكلة طبية وذات مشاكل جراحية ليس لها حل إلا جراحة، يا ترى لو نجحنا في أن إحنا بفضل الله تعالى نعالجها بالأعشاب، هل ده هيكون كافي أن أنا أقول أن هناك ما يسمى حقيقة العلاج بالأعشاب؟ أعتقد أيوة، وأعتقد عقليا حضراتكم لن تختلفوا معي في هذه النقطة، فعلا هناك ما يسمى بطب الأعشاب. ولكن يلي هذه الجملة الشرط الإلزامي الدائم الذكر، ألا وهو أن يكون هذا المعالج طبيبا متخصصا في هذا الفرع من الطب، ليس طبيبا فقط ولكن يكون متخصصا في هذا الفرع من الطب، حتى أستطيع أن أقول بدون أدنى شك أن هناك فعلا ما يسمى العلاج بالأعشاب. ثلاث حلقات كنا سويا مسمى بالعلاج بالأعشاب حقيقة أموه، وزي ما بقول لحضراتكم اللي أجبرني أو خلى أن أنا يعني أتحدث في هذا العنوان علاج الأعشاب حقيقة أموه، أن أنا هقف أمام الله عز وجل وبين يد الله عز وجل وهأسأل عما أقول. هل يا ترى كنت بقول وهم ولا بنقول فعلا حقيقة موجودة بالحالات اللي حضراتكم سمعتوها؟ وأنا هسيب الرد لحضراتكم، أنا مش هرد فيه، وهسيب إجابة السؤال لحضراتكم، هل العلاج بالأعشاب حقيقة أم وهم؟ وزي ما بقول لحضراتكم كما سأسأل أمام الله عز وجل، ستسألون أنتم أيضا أمام الله عز وجل عن صحتكم، وستسألون أيضا عما تسمعون مني، هل كنت حقيقة منصف لكم أم كنت أبيع وهما طوال هذه الفترة؟ وأعتقد أن 14 حالة على مدار ثلاث حلقات، وفي حالات كتيرة جدا، يعني ما يربو على 600 حالة نقدر ان احنا نتحدث بها واجيب اتصالاتها، ولكن انا اكتفيت فقط ب 14 حالة حتى لا ارهق زملائي في الكنترول وفي المونتاج وفي الاخراج، لان فعلا كان في ارهاق ليهم ان هم يجمعوا هذه الاتصالات، ولكن كان لابد حتى نعي تماما إجابة هذا السؤال، هل العلاج بالأعشاب حقيقة أم وهم؟ وزي ما بقول سأترك الإجابة لحضراتكم. سعدت جدا بوجودي معكم على مدار هذه الحلقات، أسأل الله العظيم أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.